السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وانتم بألف خير. ان شاء الله هجهز معاكم النهاردة مقبلات سهلة وسريعة تحضيرها في دقايق وبدون فرن، ممكن نجهزها حلو او حادق لفطار او سحور رمضان. اتمنى ان الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه. هستخدم عجينة الباف باستري، ده النوع اللي انا هستخدمه. بنطلعه قبل الاستخدام من الفريزر بحوالي ربع ساعة، وبعد كده بنقطعه. هنقطعها بأي شكل او حجم انت بتفضليه، انا عندي هقطعها بالشكل ده. بعد كده على البوتاجاز في زيت غزير، اول ما الزيت يسخن شويه هنهدي النار من وسط لهاديه، وهنبدا نقلي عندي حبات الباف باستري. مش هتاخد نص دقيقه وهتكون اتحمرت من الناحيتين. بعد كده بنصفيها في المصفى وبنسيبها لحد ما تبرد تماما، وهنجهز الحشوة. لو حابة تحشيها كمقبلات للفطار كحادق او كحلو، انا هستخدمها معاكم النهاردة كحلو. هحشيها بحشوة المهلبية او القشطة، ودي هعملها على خطوتين. الخطوة الاولى هنجهز عندي المهلبية، كوبايتين من الحليب مع 3 معالق من النشا ومعلقتين من السكر، وعلى البوتاجاز هقلب باستمرار لحد ما يبدأ يتقل معايا. اول ما يبدأ يتقل هنضيف اي نكهة انت بتفضليها. انا هضيف عندي معلقتين من جوز الهند مع معلقتين من المكسرات المطحونة، بنضيفهم بعد ما بنقفل النار على المهلبية. هقلبهم وبعد كده هنضيفهم في بولة وهغطيها وهسيبها لحد ما تبرد شوية. بعد ما تبرد هنبدأ نجهز باقي الحشوة، وهي الكريمة. نص كوباية من الكريمة، هضيف عليها 1/3 كوباية من الحليب البارد وهخلطها لحد ما تتماسك. وبعد كده هبدأ أضيف عليها حشوة المهلبية أو القشطة بعد ما تكون بردت عندي. هخلطهم مع بعض وكده تمام الحشوة بقت جاهزة. وعندي هنا حبات الباف بعد ما بردت، هنبدأ نفتحها وبنضيف الحشوة. لو حابة تضيفي الحشوة على طول بالمعلقة، أو لو حابة تحطيها في قمع وتبدأي تحشيها. دي عندي من المقبلات او كنوع من انواع الحلو في رمضان السهل السريع، وطعمه حلو جدا. ولو حابة كمان تزينيه بالمكسرات او بجوز الهند وتقدميها، ووقت التقديم بنضيف عليها الشيرة. فده عندي من المقبلات اللي ممكن تجهزيها رمضان، حلوة جدا. قليناها في الزيت بدل ما ندخلها الفرن، بتبقى طعمها دسم شوية في القلي بالزيت، لكن لو انت حابة تدخليها الفرن بنرصها على ورق زبدة وبندخلها الفرن على درجة حرارة 180، بيقعد حوالي 20 دقيقة. برضو اول ما بتطلع من الفرن بسيها بالشيرة الاول وهي لسه سخنة، وبعد ما تبرد ببدأ افتحها واحشيها بالحشوة اللي جهزناها. وممكن تستخدميها كحادق بحشوة الفراخ المعصجة او بحشوة الاجبان، برضو تبقى حلوة جدا لسحور رمضان. وعندي هنا حبيت اوريكم برضو لو انت حابة تستخدمي القمع في الحشو، بيسهل كتير الحشو. هبدأ احشيها، وبعد ما احشيها برضو بنزينها بالمكسرات او بجوز الهند. بيبقى طعمها في الفرن اخف بكتير، لكن في كلتا الحالتين سواء في القلي في الزيت او الفرن بتبقى من المقبلات الحلوة جدا واللذيذة اللي ممكن تجهزيها، خاصة لو عندك عزومات في رمضان. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم واستفدتم منه ان شاء الله. كل عام وانتم بألف خير، مع الف سلامة.